السلام عليكم يا اجمل ناس في الدنيا. طبعا النهارده الفيديو مفيش فيه اي شروحات خالص، النهارده رد على تعليق جميل قوي، وبصراحه حبيت ان انا ارد عليه بطريقه حلوه لان هو تعليق اساسا جميل قوي قوي، وعايزاكم تقولي رايكم في الرد بتاعي. بصي بقى بتقول ايه: وحشاني يا قمر، عامله ايه؟ الله ينور عليك يا رب حبيبه قلبي، ما تشوفيش وحش والله العظيم، انتوا كمان وحشيني جدا جدا. التعليق بقى مش ده عشان برد عليها وكده، وربنا يخليك يا رب. فبتقولي: والله انتي نموذج مشرف، انا من عشاق الخياطه وعندي مكنه بس مش بشتغل عليها للاسف. فانا بقول لها: طيب ليه كده، ليه كده؟ هي كتبت بقى تعليق خلاني هو اللي شجعني ان اعمل الفيديو ده. كتبت التعليق بتقول فيه ايه بقى: مفيش قماش، مفيش تشجيع من الاخر، مفيش دعم من اي نوع، عشان كده جالي احباط. صلي بقى على النبي. طبعا انت بتتفرج على الفيديو ده انا عارفه، فصلي على سيدنا النبي. تشجيع عايزه من مين التشجيع؟ عايزه من مين تشجيع اصلا يا جماعه؟ انتوا بتهزروا بجد؟ اي حد ماشي في طريق مظبوط او طريق صح مش هيلاقي تشجيع من اللي حواليه غير من الناس اللي بيحبهم بجد، يعني مامتك، باباكي، اخواتك، بس حرفيا بس. اي حد تاني مش هتلاقي منه تشجيع غير لو حد شخصيا، يعني حد بيحبك هيشجعك، غير كده لا. بمناسبه بقى بتقولي لي مفيش قماش، مفيش قماش، مفيش ماشي مفيش قماش. طيب ما احنا قلنا بلاش موضوع القماش، احنا قلنا بلاش قماش، قلنا نشتغل على الورق. جبنا كل انواع الورق، كل انواع الورق والبلاستيكات، وبصوا ما سبتش حاجه ما اشتغلتش عليها عشان اوريكم ان التعليم ممكن نتعلم على اي حاجه وايا كانت الحاجه دي ايه. فبصراحه انتي بتقولي لي مفيش تشجيع، طب انا بشجعك، بحاول اشجع كل الناس باني بحاول اعمل فيديوهات. طبعا عارفه اني اتاخرت الفتره اللي فاتت دي ومش هتحصل تاني، وعد من مريم مش هتحصل تاني ان اتاخر كده. لما رجعت بسلسله، سلسله كيفيه اخذ المقاسات، مقاسات جاهزه، بطرونات، وان شاء الله لسه هنعمل تصميمات تاني، وبرضك هنعمل حاجات تكون اشد واقوى، ودايما هنعمل قصات اشد واقوى. كل قصه جديده هتطلع، اذا كانت لممثلين بقى، اذا كانت لمصممين ازياء، اذا كانت لاي حد، هنعملها ونبسطها ونوضحها واحده واحده. بس كل طلبه منكم، ما فيش حد يقول انا محبط، ما فيش حد يقول مش لاقي تشجيع. والله انا واحده من الناس، ما حدش شجعني غير الناس اللي بتحبني بس. بس فكره ان انت تستني تشجيع من حد، لا. فكره ان انت حد يقولك والله برافو برافو، لا مش هتلاقي كده. مش انا بقولك مش هتلاقي كده، هتلاقي ايه ده يا عم انت بتعملي ايه؟ هتبوظي القماشه، هتبوظي الورق، ايه تاني؟ مش هتعرفي تتعلمي، روحي خدي كورس، روحي اتعلمي. بصي هتلاقي كلام احباط كتير قوي قوي قوي. هستسلم؟ لا مش هستسلم، هفضل اطلع واطلع، هاخد كل الكلام الاحباط ده واجمعه كده واحطه في مخزن كده جميل قوي قوي قوي، وهبدا ان انا اعمله زي الطوب واطلع عليه، اعمله زي الطوب واطلع عليه. واكبر دليل ان انا عملت كده فعلا، ادخلي بصي على قناتي، ادخلي بصي على قناتي. الناس الموجوده ومشتركه في القناه والناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي مشتركين معايا وبيحبوني وموجودين معايا وبيحبوني. ليه؟ ليه؟ عشان خاطر دايما بحاول اقدم الاحسن والاحسن، بحاول ان انا اخليهم مبسوطين، بحاول اساعدهم. الناس الموجودين في القناه، فكره ان انت عايزه تشجعي، فانا هقول لك كلمتين بس تشجعي بيهم. لو انت فعلا بتحبي الخياطه والتفصيل وفعلا عندك مكنه ومعكيش ان انت تجيبي قماش وعايزه تتعلمي، اتعلمي على اي حاجه عندك ومالكيش دعوه بحد. هتقولي لي مثلا ظروف عيالي معرفش ايه، في مدارس اكيد، في ممكن تدي لنفسك وقت ساعه واحده بس تتعلمي فيها او نص ساعه يا ستي، المهم ان انت تحاولي تبداي. طب انا ما بحبش الخياطه والتفصيل، برغم كده عندي مكنه، بس حابه نعرفها من باب الشيء، يعني من باب العلم بالشيء. فخلاص اتعرفي معانا في فيديوهات بتاعتنا، اتفرجي فيديو فيديو، وباذن الله باذن الله هتبقي من احسن الناس لو حبيتي الخياطه والتفصيل وحبيتي الفكره نفسها. وكمان ان شاء الله لو انت فعلا حابه الموضوع، اول حاجه تاخديها خالص كيفيه اخذ المقاسات اللي احنا نزلناه من فتره، ودلوقتي منزلين سلسله المقاسات الجاهزه لو انت مش حابه تاخدي مقاسات حد. وكمان في فيديو باذن الله هينزل الساعه 11، الفيديو ده باترون الاساسي مقاس ميديم، باترون الاساسي مقاس ميديم، اتفرجي عليه وشوفيه. وده اكبر تشجيع ليا، يعني انا هقوله لك ده بس اللي بيشجع. فكره بقى ان انت عايزه حد يقول لك
قومي واعملي والكلام ده كله ما تستناش من حد. انا بقول لك اهو واحده من الناس ما تستناش من حد حواليكي غير ناس معينه بس بتحبك هتشجعك، مفيش خالص، ما تستنيش اي حاجه من حد. فشلتي ما تقوليش لحد، نجحتي ما تقوليش لحد غير الناس برضو اللي بتحبيهم. لو فشلتي او نجحتي الناس اللي بتحبيهم بس صرحيهم، والله انا حصل معايا 1 2 3 هيقوموكي تاني. نجحتي ده مش في الخيط والتفصيل على فكره، ده في كل حاجه في حياتكم. فشلتي في اي حاجه ما تقوليش لاي حد خالص، قولي الحمد لله على كل شيء وارجعي تاني ووقفي نفسك وقومي. انا قد اي حاجه، انا قد اي حد، فاهماني؟ فالفكره نفسها بسيطه وجميله قوي، وزي ما انت كاتبه لي وحشتيني، انت كمان وحشتيني وحشتوني كلكم. وباذن الله هنعمل انا وانتم فيديوهات ضرب نار، انا بحب قوي الكلمات دي. بقيت دلوقتي اعمل حاجات جديده عشان افوق القناه وافوق الناس، وكمان اقدم لهم الفكره بطريقه واسلوب يعني يبقى جديد، حاجه جديده، نغير المحتوى، مش نغير المحتوى الخياطه، لا نغير محتوى الكلام او فكره الكلام. ويا رب يكون الشرح اللي بنعمله في الفيديوهات يكون بيعجبكم. اهم حاجه ما تبخلوش على بلايك الجميل، واستنوا بعد الفيديو ده هينزل فيديو كمان شرح جميل قوي لفستان المحجبات بطريقه سهله، وهنعمل كمان فستان اطفالي، بس بصراحه انا محتاره في المقاس، فاكتبوا لي تحت في المقاسات عايزين مقاس كام للفستان الاطفالي. وبالنسبه للفستان الكبير او للمحجبات اكتبوا لي عايزينه مقاس كام معين. ويلا بينا، كل سنه وانتم طيبين يا اجمل ناس في الدنيا.